خالص وجبه السحور. فحد يجي يقول لك ايه زي والدتي مثلا، اصل انا خدت كوبايه ميه ونمت، تيجي لها بقى جفاف، دي حاجه ناس كبار ارجوك. اصل انا ما صحتش خدت رقم الجبنه ونمت، لا دي حاجه سيئه جدا. وجبه السحور مهمه قوي لان انا بعيش عليها اليوم كله، خصوصا لكبار السن ارجوك. وجبه السحور مهمه لازم يتوفر فيها نشويات. يا ريت بقى تبقى نشويات اللي هو اللي فيها الحبوب الكامله، عيش بلدي بتاعنا، طبق نجيله، شوفان. ليه؟ لان الحاجات الوجبه اللي فيها اللي هو الجرين دي او النخاله بتتحرق بشويش، فتكفيني اليوم كله. عشان كده احنا المصريين عندنا العيش البلدي. عيش بلدي يبقى فيها فول. الفول ده بيدي طاقه على المدى. لو انا عندي قولون ما بقولش انا عندي قولون، لان القولون ده فيه بكتيريا انا لازم اشغلها. ادي فول معلقتين، ممكن ما اخدش كتير، بس المعلقتين دول هيشغلوا القولون ومش هيتعبوه. لو انا تعبانه شويه اشغل العضله بحبه صغيرين لكن ما هدهاش، فاشغل القولون بحبه صغيرين. ادي سوائل كتير في وجبه السحور، شاي بلبن، عصير، ادي حاجات في وجبه السحور. ادي زبادي، زبادي فيه خمائل هتتعب القولون شويه بس ممكن يتعب حبه بس يشتغل، ويدي خمائل، خمائل اسمها ماكروبيوتا، دي هتدي خمائل تريح القولون طول النهار. وادي برضه سوائل كويسه، سواء اعشاب، سواء العصير، العصير يا ريت العصير الفريش، انا يعني مش بستحب ابدا العصير المعلب. تاني بكرر ابعد مرضى القصور الكلوي ابعدوا عن الاسوس لو سمحتوا. مهم قوي وجبه السحور. محدش ينام غير السحور لو سمحتوا، ولو نمتوا حد يصحيك. مرضى الانسولين ما تنسوش تاخدوا الانسولين بتاعكم في ميعاد، ولو في انسولين جه النشاط بتاعه بعد ساعتين ياخدوه، وياخدوا حاجه وجبه فيها نخالة وعيش اسمك بعدها بساعتين، وياخدوا تمر بعدها بساعتين لو سمحتوا، اوعوا تنسوا الحكايه دي. مشكور.